اختارت جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية منذ تأسيسها في سنة 2013، وعند تنسيقها لمدة سنتين أعمال الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، أن تساهم إضافة إلى عدد المبادرات والتحركات الأخرى في إلقاء الضوء على أهم الأسباب التي تمنع الإعلام التونسي من الالتزام بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والمعايير الدولية لحرية التعبير. المؤسسة الإعلامية هي كائن حي، هي كل يوم كل يوم عنده حاجة جديدة، هي تحيا تتولد تموت تتجدد، عندها كل يوم حاجة جديدة. يعني المعلومات هذه هي حاولت أن يكون أنها تكون أجد ما يمكن، معنى أحدث ما يمكن من معلومات، ولكن كل يوم والحمد لله فما الحكاية هذه، كل يوم فما جديد في المؤسسات في المشهد الإعلامي. المؤسسة المعلمية هي راهي مؤسسة اقتصادية، ويبدو أنها مربحة جدا مربحة جدا لبعضهم. علاش ما لا نفهموا احنا رجال اعمال يتهافتوا ومشاكل كبيره معناها واقفه، واعتصامات عند الهايكه واشياء معناها كبيره باش الناس تاخذ رخص، باش الناس تقدم، باش الناس تكون هالمؤسسات هذه. كان فما قانون الشركات يضمن بعض في جوانب منه، باعتبار ان المؤسسه الاعلاميه كما قلنا هي مؤسسه اقتصاديه ايغالمون، دونك ينظم في بعض الجوانب منه مساله الشفافيه اللي هي بالاساس الافصاح عن مالكي هذا المال، عن مالكي هذه المؤسسات. بعد 14 جانفي يزيد تدعم المنظومه التشريعيه بالمرسومه 115، المرسومه 116، القانون المرسوم 41. الشفافية هي اللي باش تفضلنا الاشكاليات الكل، لانه يولي كل شيء، المسائلة تولي سهلة، اللي ناوي يعمل اي مخالفة يعرف اللي وراه راه فما ناس نجم تحصل على المعلومة. دونك حتى من حيث الفساد او التلاعب او معناها الاشياء هذه تكون اصعب. بعد عنا الرائد الرسمي اللي هو زادها متاح على الانترنت في بيتك، انفوجورت هي معناها مجلة رسمية، كل تخرج كل أسبوع، يقع تحديثها كل أسبوع، فيها المعلومات زادة الأساسية على أي مؤسسة اقتصادية عند التأسيس. نعطيكم نسمة قبل 14 وبعد 14 حملة وناس هبلة هاسكو فما برلسكوني ولا ما فماش في رأس مال نسمة، وقت اللي هي المعلومة متاحة وموجودة على انفوجورت محطوطة المؤسسة اللي تزيد تلوج عليها تلقاها هي معناها برلسكوني إلى دودو. الجزء الأول هو إطار عام للمشهد السمعي البصري الخاص في تونس منذ 14 جانفي 2011، يعني هذا حاولت أني نعمل جرد تقريبا كامل لكل النصوص والإجراءات وكل الخصوصيات اللي وقعت بعد 14 جانفي. ثم عنا في الجزء الثاني هو في شكل ديفيش، يعني هو جداول كل مؤسسة عملنا لها جدول فيها اسم المؤسسة، مثلا موزايك اسم المؤسسة نتاعها، الوكيل الحالي في نوفمبر 2016، المؤسس وقتاش بدات البث، وقتاش صحت مع الهيكا، وقتاش خذيت شي توصية من الينريك، متى بدأت البث. ثم جدول ثاني هو قائمة المساهمين، شكون المساهمين في المؤسسات هذه. لكل الحق انه يملك وانه يملك وانه معناها ما فماش حتى مشكله، هذيك حق دستوري زاده معناها الحق في الملكيه. ولكن هنا الاشكاليه وين؟ انك يلزمك تفصح انت شكون، معناها وقت اللي قاعد تخرج مؤسسه قاعد تخرج في دي ميساج، لي ميساج هذوكم منين قاعدين يخرجوا؟ فما ممكن تكون ما نعرفش انا، معناها فما نجم يكون تضارب مصالح. شمس فهم تلقى المؤسسه نتاع مدام سيرين بن علي، ولكن وتلقى شاكي بن ميرا، لكن ما تلقاش الحصص قداش. ثم عنا كاب اف ام، صبرا اف ام تلقى لاليس، ما تلقاش النسب. كاب اف ام لا ميم شوز، صراحه اف ام نجمه كذلك، راديو الرباط، اذاعه مسك اللي ما زالت بصدد الانشاء. عنا في القنوات التلفزيونيه عنا حنا بعل تي في، ما تعرفش زاده تعرف اللي فما مجموعه حشيشه مقني، لكن ما تعرفش قداش الحصص. فيرست تي في فيها على القليله قائمه ب 20
شخص تلفزة تي في أم تونيزيا، أم تونيزيا هذية تنقلت الملكية متاحة عديد المرات، فيها معناها تلقى أسماء معروفة منهم ابن سي القروي البرومي مينيسخ في قبل 14 جانفي، سي حامد القروي كان بغمي لزاكسيوني وخرج في الحوار التونسي. الحوار التونسي نلقاو مدام أسماء، نلقاو أخت سي سامي فهري، نلقاو كما قلت لكم سي الياس الخوني المساهم في كلمة، نلقاو محامي سي سليم الرياحي في قضية كلمة إلي أكسيونير في الحوار. معناها هذوما معلومات الكلها حاولت هكا بشوية بشوية نقوم تلقى تقاطعات متاع انفستيغاسيون. يعني مثال نلقاو سي محمد الجربي اللي هو أكسيونير في الحوار، المقر متاعه مكتبه مكتب محاماة، هو كذلك مقر الاجتماعي لأفام برود اللي هي متاع كلمة. ولكن كذلك نلقاو سي شاهين عمارة اللي هو موظف في تونيزيا هولدينغ اللي هي على ملك سي سليم الريح. عندنا المثال الثاني هي ميزايك أفام وجوهرة أفام اللي نلقاو فيها رجل أعمال سي لازهر ستا اللي هو من المعروف، معناها رجل أعمال معروف من قبل 14 جانفي، عنده عديد المشاريع مع سي بلحسن الترابلسي. سي لازهر ستا محل الأسهم متاعو اللي موجودة في موزايك واللي موجودة في جوهرة، لكن هذا الكل تعمل قبل 14 جانفي، هي طبعا عليها الادمينستراسيون دو ليتا. مالوغوزمون الصحفيين ما هوش موجودين بشكل معناها واضح في ملكيه المؤسسات الاعلاميه، ما بادروش، ما نيش عارفه معناها ما عندناش التربيه هذه على 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 تكوين مؤسسات اقتصاديه. نلقاو 9 مؤسسات اعلاميه فقط هي جات بمبادره من صحفيين او كانوا صحفيين. عندنا 13 مؤسسه اعلاميه من العينه، يعني من 35 مؤسسه اللي تكون المشهد الإعلامي الخاص في تونس هي فيها مؤسسات اقتصادية تونسية أو أجنبية، ولكن نلقاو الأجانب أكثر متواجدين في التلفزات. دونك نسمة تي في، حنا باع الفيرست تي في الجنوبية فيها مؤسسات اقتصادية، الجنوبية هي مؤسسة العجرودي في حد ذاته. ثم عنا جوهرة أفام، شمس أفام، صبرة، أوازيس، ابتسامة، هذوما أغلبهم زادة فيهم هما فيهم مؤسسات أغلبها تونسية. الشركاء الأجانب هما رجال أعمال، مؤسسات اقتصادية معروفة بنشاطها في الصناعات الغذائية، في المقاولات، في الأنشطة من هذا القبيل. النوع الاجتماعي ما نجموش نتغذيو عليه، خاصة وأنه قطاعنا الكل نساء تقريبا، معناها النسبة هامة من السيدات هما في القطاع الصحافة. ولكن كما في المؤسسات الاقتصادية الأخرى ما نلقاو كان 27 امرأة من بين المساهمين أو أعضاء في مجالس إدارة لمؤسسات هذه الإعلامية. نلقاو أنه ما فما حتى مؤسسة إعلامية تقريبا أنها تفصح على هوية صاحب المؤسسة، ما عدا جوهرة أفام اللي يحط المدير متاعه. المعيار الثاني هو إلزامية التسجيل والإشهار، اللي هو هذا المعيار يطبق على أي مؤسسة اقتصادية بما في ذلك المؤسسات الإعلامية طبعا. أغلب المؤسسات لا تنشر الوثائق، وإذا نشرت ما تنشرش الوثائق كاملة. لا نجد القوانين الأساسية لبعض المؤسسات على موقع السجل التجاري اللي من المفروض أنه يتوجد. المعيار الثالث هو شفافية سجل المساهمين. إيش معناها هذا؟ معناها أنهم ينشروا القائمة متاع المساهمين. هنا ما نلقاو فما مؤسسات ينشر القائمة ما يحطلكش الحصص، ما ينشر الجملة هو وش يقول له عقل. عندنا هنا 12 مؤسسة تبعت سياسة التعتيم الكامل نظرا لعدم إفصاح عن هوية المساهمين في رأس مالها ونسب توزيع الحصص فيما بينهم. طبعا أي إنسان ينجم يبيع ويشري، معناها ما فيش حتى مشكلة، ولكن فما قانون معناها زاد يقول إنه لابد من الإعلام وأخذ معناها الترخيص من الهيكا، خاطر ما نجمش انت مؤسسه تقوم تبيع هي عطات على اساس ناس معينين، مش ممكن انهم ما يتصرفوا كوم سي سيتي معناها معمل نتاع طماطم ولا. دونك هذو مؤسسات اعلاميه ما تنجمش تمشي للناس، قد يكون فيهم اشكال اخلاقيه مهنه وما الى ذلك. المعيار الرابع هو شفافيه الموارد الماليه وشفافيه الخط التحريري، وان كان هذا ماهوش في علاقه مباشره بمساله الموضوع الاساسي نتاعنا اللي هو مساله ملكيه وسائل الاعلام، ملكيه المؤسسات التي يتم في اطارها اداره المؤسسات الاعلاميه.
المعيار الخامس هو شفافية الخط التحريري. إلى غاية إنجاز هذا التقرير عندنا كان موزايكا فام ودغنيغمان أوازيسا فام هي فقط اللي تنشر ميثاق تحريري على الموقع. لابد من الاهتمام بمؤسسات الإعلام الجمعياتية لأنه غادي دوسي كبير، لأنه الجمعيات متوما بيتكم تعرفوا هما في حد ذاتهم دوسي، وخلي عاد كي تبدأ مؤسسات إعلام جمعياتية. المواقع الإلكترونية اللي تم ينظمها حتى قانون دونك معاها تصبر الآراء، معاها تصبر الآراء. ضروري أنه يقع الاهتمام بأنه نشوفوا شفافية ملكية هذه المؤسسات، خاطر كما تعرفوا أنه في دراسة شروط الهايكا كذلك أنه ما يلزمش يكون فما تقاطع بين معاهد صبر الآراء والمؤسسات والأخ كما، لأنه نتمنى أنه الثقافة هذه ثقافة الشفافية اللي هي طبقا للقانون واللي ما يتغشش منها حتى حد، خاطر أنت داخل في سياق اقتصادي يعني تعرف اللي يلزمك تنشر المعلومات هذه، وهي معلومات بديهية ما تضر لا بتنافسية المؤسسة لا بتحسينها، لا هي معلومات معناها إدارية تقريبا، ولكنها في بعض الأحيان هي صعبة المنائل.